بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في برنامجنا في بيتنا مدرسة. النهاردة الحلقة مختلفة جدا، هنتكلم النهاردة عن التعليم الفني. بالنسبة للتعليم الفني طبعا بيكون مهم جدا في كل دولة من دول العالم، لأن هو بيعمل على إن هو بيمد سوق العمل بالعمالة الفنية، وإن هو بيعمل على تنمية المهارات وبيعمل على تنمية البلاد. وطبعا الغرض من التعليم الفني ان هو بيساهم في تحويل المدارس الفنية الى وحدات منتجة. عشان كده لو تلاحظوا ان احنا بيكون في معارض للتعليم الفني، بحيث ان احنا بنعرض منتجات التعليم الفني سواء صناعي او زراعي او فندقي. بالنسبة برضو للتعليم الفني ان هو بيكون بيعمل ان بيكون في وحدات قوة عاملة، ده بتكون في تنمية مهارات للطلاب. هنيجي نتكلم النهاردة عن التعليم الفني، هنتكلم عن تعريف التعليم الفني، وهنتكلم عن أهداف التعليم الفني، وهنتكلم طبعا عن أقسام التعليم الفني، وهنتكلم عن التعليم الزراعي. تعالوا نشوف دلوقتي إيه هو التعليم الفني. بالنسبة لتعريف التعليم الفني، إن هو بيكون نوع من التعليم إن هو بيهدف إلى إكساب الفرد قدر من الثقافة والمعلومات الفنية والمهارات العملية التي تمكنه من أداء عمله. يعني إن أنا بكسب الفرد قدر من الثقافة، إن أنا بنمي المهارات بتاعته بحيث إن هي تمكنه من أداء العمل. بالنسبة إيه هي الأهداف العامة للتعليم الفني؟ أول حاجة إن أنا بستفاد من خبرات وتجارب الدول المتقدمة في النظم التعليمية والتعاون معها. تاني حاجة ان انا بتيح الفرصة للعمل، وان انا بعمل على تحسين المستوى المهاري والفني والثقافي. تالت حاجة عندي تأهيل الطلاب ليتمكنوا بعد تخرجهم من استمرارية التعلم لرفع المستوى العلمي والمهني والمهاري. بعد كده اعداد قوة عاملة فنية مدربة للعمل في احدى المجالات، طبعا زي ما انا قلت سواء زراعية او صناعية او تجارية. بعد كده المساهمة في الانتاج القومي عن طريق ان انا بحول المدارس الفنية الى وحدات انتاجية في اطار مشروع رأس المال. بعد كده هناخد طبعا التعليم الفني ده بينقسم الى تعليم تجاري، الى تعليم فندقي، الى تعليم صناعي، الى تعليم زراعي. هنتكلم دلوقتي عن التعليم الفني الزراعي. بالنسبة طبعا للتعليم الفني الزراعي، الهدف منه ان انا بخرج قوة بشرية متخصصة في المجال الزراعي. دي بتتمتع بمهارات عملية بتكون مبنية على اسس علمية بالدراسة في اقسام دبلوم الزراعة. يبقى هنا انا بخرج قوة بتكون متخصصة في المجال الزراعي. وطبعا دلوقتي هنتكلم عن الأقسام اللي هو بيدخلها طالب الثانوي الزراعي، وبناء عليه بيكون معاه دبلوم ثانوي زراعي. هنيجي نتكلم عن هيكل التعليم الثانوي الزراعي. أول حاجة بالنسبة عندي طبعا نظام المدارس الثانوية اللي هي نظام الثلاث سنوات. دي بتشمل طبعا الشعبة الزراعية، الدراسة طبعا بتكون عامة في الصف الأول، وفي الصف الثاني والثالث بيبتدي الطالب بيدرس تخصصات، بيبتدي ان هو يتخصص في الصف الثاني والثالث. بتشمل طبعا التخصصات اللي هي خدمة الحاصلات البستانية، مجال التصنيع، مجال الانتاج الحيواني، مجال استصلاح الأراضي، مجال فني معمل. بعد كده عندي اللي هي المدارس الثانوية المهنية الزراعية، دي برضو بتكون نظام الثلاث سنوات. هنا الدراسة دي بتكون عامة في الصف الأول، وفي الصف الثاني والثالث برضو بيبتدي ان هو يدرس احد التخصصات سواء قسم البستنة او الصحة البيطرية او تربية النحل والصناعات الغذائية والألبان، يمنح الناجحين شهادة اعداد مهني. بعد كده عندي التعلم التبادلي، ده بيشتمل على تصنيع منتجات الألبان والعجائن والمخبوزات. بعد كده عندي رابع حاجة المدارس الفنية المتقدمة الزراعية اللي هي النظام الخمس سنوات،
بيبتدي ان هو يدرس 3 سنوات، ثم بعد ذلك بتكون سنتين بعد الحصول على دبلوم الثانوي الزراعي. هنا بالنسبة بقى ايه هي المواد اللي بياخدها طالب الثانوي الزراعي؟ اول حاجة عندي ان هو بيبتدي ان هو يدرس مواد ثقافية، دي بتكون طبعا في الصف الاول والثاني والثالث، ان هو بيبتدي ان هو بيدرس اللغة العربية، التربية الدينية، اللغة الانجليزية، الحاسب الآلي. بعد كده بيبتدي ان هو بيدرس مواد فنية. طبعا المواد الفنية دي بتشمل محاصيل الحقل، اساسيات البساتين، وقاية النبات، تربية النحل ودودة القز، والانتاج الحيواني، والالبان، والصناعات الغذائية، والفيزياء والكيمياء، وإدارة المشروعات. هنيجي بقى نتكلم أول حاجة عن الأقسام العامة اللي بيبتدي الطالب إن هو يدرسها. أول حاجة طبعا إحنا قلنا في الصف الأول إن هو بيدرس مواد ثقافية. بالنسبة عندي أول قسم قسم النحل، ده بيبتدي الطالب إن هو بيدرسه في الصف الثاني. يعني ايه قسم النحل؟ طبعا ده بيكون عبارة عن النحل، تربية النحل ودودة القز. بالنسبة ايه هي بقى اهمية النحل؟ طبعا دي بتكون من اهم العوامل المساعدة في عملية تلقيح الاشجار المثمرة، وطبعا بعض المحاصيل والخضروات، وان هي طبعا بتزيد من الانتاج وبتحسن وبتحقق الربح وبتعمل على تحسين الصفات. طبعا النحل، طبعا عندي افراد طائفة النحل، الملكة، الشغالة، الذكور. طب ايه هي منتجات النحل؟ بالنسبة لمنتجات النحل، العسل، الغذاء الملكي، حبوب اللقاح، صمغ النحل، سم النحل، شمع النحل. ده بالنسبة للنحل. يبقى هنا النحل، يبقى هنا انا بالنسبة لاقسام الاقسام الثانوي مواد الثانوي الزراعي، هنا بيكون بينهم ترابط ان هي بتساعد في تلقيح الاشجار المثمرة وبعض محاصيل الخضروات. تاني قسم عندي قسم محاصيل الحقل. بالنسبة لقسم محاصيل الحقل، بيبتدي الطالب ان هو بيدرس محاصيل الحقل في الصف الاول والثاني والثالث. ايه اهمية قسم محاصيل الحقل؟ ان هو بيساهم في تنمية الوعي الزراعي للمزارعين والمهتمين بمجال الزراعة. تاني حاجة نشر المعلومات الحديثة في مجال الانتاج الزراعي. تالت حاجة القيام بالبحوث العلمية في مجالات الانتاج النباتي، وبيعمل ان هو بيخرج كوادر مؤهلة في الانتاج في مجالات الانتاج الزراعي للعمل في القطاعات المختلفة. تالت قسم عندنا قسم الألبان. بيبتدي الطالب ان هو بيدرس مادة الألبان في الصف الثاني والثالث، دي بتكون مادة عامة. ايه أهمية مادة الألبان؟ طبعا صناعة منتجات الألبان، دي بتكون ذات تكلفة اقتصادية منخفضة، وبتكون ذات جودة عالية، وبتكون آمنة صحيا. انتاج أغذية ذات قيمة غذائية وصحية من المنتجات اللبنية، ان هي بتناسب الاحتياجات الصحية. ايه هي منتجات الالبان؟ صناعة طبعا الجبن بانواعها، صناعة الزبادي، صناعة الايس كريم، صناعة القشطة. بعد كده عند قسم البيولوجي ووقاية النبات، بيبتدي الطالب ان هو يدرس البيولوجي ووقاية النبات، بيدرسها في الصف الاول والصف الثاني والصف الثالث. بالنسبة ايه هو بقى اهمية قسم البيولوجي؟ ان هو بيختص بدراسة الكائنات الحية من حيث طبيعتها وانواعها وصفاتها. ايه هي بقى اهمية قسم البيولوجي؟ ان هو بيساعد في الفهم الدقيق للكائنات الحية. طبعا ان هو بيتعرف على البيئة المناسبة لكل كائن حي، وبيتعرف على النباتات السامة والنباتات الغير سامة، وأنا بستفيد منها ويمكن الاستفادة منها في صناعة الأدوية. بعد كده بيبتدي إن هو بيعرف الأمراض والعوامل التي تؤدي إلى الأمراض المنقولة ويجب تجنبها. بعد كده الكشف عن الكائنات الدقيقة التي لا ترى بالعين المجردة. ده بالنسبة لقسم البيولوجي. بالنسبة عندي القسم وقاية النبات،
ان انا ببتدي ان انا اتعرف على الافات اللي هي بتصيب سواء محاصيل الفاكهة او محاصيل الحقل او اشجار او محاصيل الخضر، وابتدي ان انا اشوف المبيدات اللي تناسبها في عملية الوقاية. وبرضو في امراض، بتكون في امراض برضو بتصيب اشجار الفاكهة واشجار الخضر، وابتدي ان انا بعمل لها عملية وقاية. ده بالنسبة لوقاية النبات، ان هو بيبتدي ان هو يهتم بدراسة الافات الحشرية التي تصيب البساتين سواء فاكهة او خضر او زينة او سواء برضو محاصيل الحقل، وبتعمل على مقاومة الافات. طبعا دي بتكون بفعل، وان انا بعرف الامراض اللي بتصيب الحاصلات البستانية وطرق مقاومتها. بعد كده خامس قسم عندي قسم الاقتصاد. بيبتدي الطالب ان هو يدرس مادة الاقتصاد في الصف الثاني والصف الثالث. ده بيشمل بقى مادة اسمها مادة التسويق الزراعي وإدارة المشروعات. ايه هو الهدف من قسم الاقتصاد؟ اول حاجة تركيز الانتاج الزراعي في اسواق محلية، ثم بعد ذلك اسواق مركزية بهدف القيام بالوظائف التسويقية اللازمة لنقل السلع إلى مراكز الاستهلاك. بعد كده هنيجي نتكلم عن أقسام التخصص. يبقى أنا اتكلمت عن الأقسام العامة اللي بيبتدي الطالب إن هو بيدرسها في الصف الأول والصف الثاني والصف الثالث. في زي ما أنا قلت، في مواد أنا بدرسها في الصف الأول والثاني والثالث من المواد العامة، مثل محاصيل الحقل ومثل البيولوجي ووقاية النبات. ثم بعد ذلك في الصف الثاني والثالث بيدرس مادة الألبان وبيدرس مادة النحل ومادة الاقتصاد الزراعي في الصف الثاني والثالث. بالنسبة بقى أنا هتكلم عن أقسام التخصصات. بالنسبة أقسام التخصصات بيكون عندي خمس أقسام، بيبتدي الطالب إن هو بيدرسها في الصف الأول، ثم بعد ذلك بيبتدي ان هو يختار قسم واحد. ده بيدرس المواد الخاصة بالقسم في الصف الثاني والثالث. يعني انا هتكلم عن خمس اقسام بيبتدي الطالب ان هو يدرسهم، بعد كده بيجي في الصف الثاني والثالث بيختار قسم من الاقسام اللي انا هقولها، وبعد كده بيدرس المواد الخاصة بالقسم ده. أول حاجة عندي في أقسام التخصص اللي هو قسم الصناعات الغذائية. بالنسبة لقسم الصناعات الغذائية، إن بتعتبر الصناعات الغذائية من أهم وسائل حفظ المنتجات الزراعية سواء كانت نباتية أو سواء كانت حيوانية، بتحولها إلى سلع غذائية، وده طبعا يمكن إن أنا بحفظها لمدة طويلة، وبتستخدم في حفظ الفاكهة والخضر واللحوم وتعليبها، وفي صناعة السكر، وفي تصنيع الخبز والمعجنات، وفي صناعة الحلويات بأنواعها. إيه الهدف من قسم الصناعات؟ أول حاجة الحد من استيراد المنتجات الزراعية المصنعة. تاني حاجة تحويل الكثير من الخامات الزراعية إلى سلع غذائية ذات قيمة عالية. تالت حاجة تشغيل عدد كبير من الأيدي العاملة. ده كان عندي أول قسم بدروس الطالب في الصف الأول. بعد كده عندي تاني قسم، قسم الميكنة الزراعية أو استصلاح الأراضي. إيه الهدف؟ إن أنا بستخدم الآلات لتطوير النشاط الزراعي. هنا بالنسبة للآلات اللي أنا بستخدمها إيه؟ مثل المحاريس، آلات الحصاد، مضخات رفع المياه، حلج القطن، ماكنة رش مكافحة الآفات. ده بالنسبة لتاني قسم عندنا بيدرسه الطالب اللي هو قسم الميكنة الزراعية. بعد كده تالت قسم عندي اللي هو قسم الإنتاج الحيواني. إيه هو الإنتاج الحيواني؟ العلم اللي بيهتم برفع إنتاجية الحيوان من خلال رعايته من جميع الجوانب، رعاية علمية صحية. هنا بيشمل الانتاج الحيواني بيشمل ايه؟ اللحم، اللبن، الصوف، الجلد، الشعر، الوبر، السماد. برضو انا بستفيد من الانتاج الحيواني، بستفيد منه سماد ده بيكون عضوي ان انا بضيفه للتربة.
بالنسبة عندي رابع قسم، قسم فني معمل. ده بيشتمل ان بيدرس الطالب مادة الكيمياء الزراعية ومادة الفيزياء الزراعية. ده بيسهم في تقدم الزراعة، وان هو بيربط علم الاحياء وعلم الحشرات التي تؤثر على الزراعة والحفاظ على خصوبة التربة او زيادتها، وان هو بيعمل على تحسين جودة المحاصيل. خامس قسم عندنا وهتكلم عنه باستفاضة، اللي هو قسم خدمة الحاصلات البستانية. يبقى أنا كده اتكلمت عن خمس أقسام، هتكلم عن خامس قسم. اتكلمت عن قسم الصناعات الغذائية، قسم فني معمل، قسم الميكنة الزراعية، قسم الإنتاج الحيواني. عندي قسم خدمة الحاصلات البستانية. زي ما أنا قلت إن أنا بيبتدي الطالب يدرسهم، وبعد كده بيبتدي ان هو يختار تخصص منهم. بالنسبة عندي هنا الحاصلات البستانية، ان هي بتشمل 3 فروع عندي، اللي هو الفاكهة، الخضر، الزينة. لو انا جيت قلت اتكلمت يعني ايه حاصلات بستانية، ان هي بتكون زي ما انا قلت ان هي بتشمل فاكهة، خضر، زينة، يبقى ان هي بتكون عبارة عن نباتات دي بتكون عالية القيمة الاقتصادية اذا ما احسن اختيارها. لو انا اخترت اصناف عالية الجودة، وبالتالي ان انا لازم ان انا اوفر ليها الظروف البيئية المناسبة للنمو في الحالة دي، ان هي بتديني اعلى انتاج. بالنسبة ايه الهدف او ايه هي اهمية الحاصلات البستانية؟ زي ما احنا عارفين ان الحاصلات البستانية ان انا بستخدمها، لو انا جيت قلت نباتات الزينة، ان انا بستخدمها في التزيين، سواء تزيين خارجي او سواء تزيين داخلي. ان انا ممكن بحطها داخل المنازل، النباتات داخل المنازل، او بحطها في الخارج بحيث ان انا ممكن بنسق بيها الشوارع او الحدائق. بالنسبة عندي في حاجة برضو في الحاصلات البستانية، اللي هي النباتات الطبية والعطرية. بالنسبة للنباتات الطبية والعطرية دي بتكون مهمة جدا، ان انا النباتات الطبية ان انا بستخدمها في صناعة الأدوية، لان انا عندي النبات بيتكون من جذر، ساق، اوراق، ثمار، ازهار. ان انا باخد من اي جزء من النبات باخد مركبات. لو انا استخدمتها في صناعة الادوية يبقى دي بتكون نباتات طبية. بالنسبة للنباتات العطرية برضو في نباتات انا باخد من الاوراق بتاعتها، او باخد من الجذور، او باخد من الازهار، او باخد من الثمار، باخد منها مركبات دي بستخدمها في صناعة الزيوت، عشان كده بقول عليها نباتات عطرية. بعد كده طبعا أنا قلت بالنسبة عندي الفاكهة والخضر والزينة. الفاكهة والخضر إن أنا بستخدمها في تغذية الإنسان، ممكن إن هي بتكون بطريقة إن أنا بستخدمها طازجة، أو إن أنا بصنعها، بصنع بعمل صناعات طبعا غذائية، اللي هي صناعة المربى، صناعة العصائر، صناعة المخللات، صناعة الزيوت. دي طبعا بستخرجه من الزيتون أو جوز الهند أو اللوز. بعد كده بالنسبة طبعا بتكون ليها أهمية إن هي بتديني عائد اقتصادي. أنا دلوقتي عندي مزرعة فيها فاكهة وخضر، وابتديت إن أنا بعمل لهم عملية تسويق، يبقى كده إن هو بيديني عائد اقتصادي. بعد كده طبعا بتكون ليها فوائد بالنسبة للإنسان. في بعض النباتات بتكون غنية بالكربوهيدرات، بتكون غنية بالمواد البروتينية، بتكون غنية بفيتامين ألف، بتكون غنية بفيتامين ب. وزي ما احنا طبعا عارفين ان الثمار احنا بناكلها بعد الأكل، الغرض منها ان الثمار الفاكهة ان هي بتحتوي على ألياف، دي بتساعد في عملية الهضم. تعالوا بقى نشوف ايه هي أهمية قسم الحاصلات البستانية. طبعا أهمية قسم الحاصلات البستانية إن هو بيكون فيه الدخل القومي لتوفير الاحتياجات الغذائية محليا، وإن أنا ببتدي إن أنا أنمي الصادرات لبعض الحاصلات الغذائية. تالت حاجة معرفة التقنيات الحديثة المستخدمة في زراعة الفاكهة والخضر والزينة. بعد كده تطوير وتحسين وإعداد وتصنيع منتجات الخضر والفاكهة. طب ايه هو الهدف من قسم الحاصلات البستانية؟ ايه الهدف؟ انك انت
تدخل قسم الحاصلات البستانيه، ان انا ببتدي ان انا اعرف الطالب بمتطلبات اكثار ونمو، اكثار يعني زراعه ونمو الحاصلات البستانيه، وايه هي الظروف اللي هي بتكون مثلى لانبات الفاكهه والخضر والزينه. تاني حاجه معرفه الطالب بالاحتياجات السماديه اللازمه للحاصلات البستانيه، لان انا دلوقتي زرعه سواء فاكهه او خضر او زينه، طبعا كل نبات بيحتاج الى سماد لتغذيه النبات. بعد كده تدريب الطالب على مراقبه جوده المحاصيل بانواعها المختلفه، وتنميه المهارات الذهنيه للطالب ليتمكن من حل المشكلات المتعلقه بانتاجيه الحاصلات البستانيه. بعد كده عندي اهميه المحاصيل البستانيه، زي ما انا قلت ان هي بتكون دخولها في تغذيه الانسان كمصدر للمواد الكربوهيدراتيه مثل البطاطا والبطاطس والقلقاس، بعد كده المواد البروتينيه مثل الفاصوليا واللوبيا، بعد كده المواد الدهنية مثل الزيتون واللوز وجوز الهند. ايه هي بقى المحاصيل اللي هي بتكون غنية بفيتامين ألف؟ بتكون مثل المشمش والجزر، طبعا الثمار اللي هي بتكون لونها أصفر اللي هي بتحتوي على مادة الكاروتين. بعد كده عندي فيتامين ب مثل الجوز والبندق بالإضافة إلى الأملاح المعدنية. قلنا أهم الصناعات اللي بتقوم عليها، قلت صناعة غذائية، صناعات غذائية، صناعة العصائر، المربى، الزيوت الغذائية، المخللات. طبعا في صناعات عندي غير غذائية اللي هي زي صناعة الكمبوست، وزي طبعا صناعة الكمبوست دي أنا بعملها من المخلفات، فببتدي ان انا بصنعها وبضيفها للتربة كسماد عضوي. بعد كده صناعة الحرير. صناعة الحرير احنا عارفين ان دودة القز دي بتتغذى على اشجار التوت اللي هي بتكون تابعة للزينة فبتنتج الحرير. بعد كده الموبيليا او الاخشاب ان انا بستخرجها من اشجار الزينة. بعد كده تجهيزة وتعبئة وتغليف الثمار للتصدير. ده بالنسبة، يبقى كده أنا اتكلمت عن الصناعات الغذائية والصناعات الغير غذائية للحاصلات البستانية. ببتدي بعد كده إن أنا عندي طالب الصف الأول، ببتدي إن أنا أعرفه على المشتل. إيه هو المشتل؟ هقول له إن هو بيكون عبارة عن منشأة بستانية. يعني إيه منشأة بستانية؟ إن هو بيكون عبارة عن قطعة من الأرض انا بخصصها لاكثار النباتات. يعني ايه الاكثار النباتات؟ لزراعه النباتات في مراحل النمو الاولى، وبعد كده لان انا ببتدي ان انا اوفر لها الظروف اللي هي بتكون ملائمه للنمو، ثم بعد ذلك ببتدي ان انا انقلها للمكان المستديم، ان انا ازرعها في المكان المستديم. يبقى هنا التعرف على المشتل، ان يبقى قلت المشتل هو منشأة بستانية تعني باكثار طبعا شتلات فاكهه او خضر او زينه ورعايتها لتصبح صالحه والزراعه في المكان المستديم. زي ما حضراتكم كده شايفين ده بيكون شكل المشتل، بيكون عباره عن قطعه من الارض، وطبعا بيكون محاط بسور بس بيكون معرض للشمس. ايه هو بقى اهميه المشتل؟ بالنسبه للمشتل ان هو بيكون مصدر اساسي. لو انا عايزه اشتري شتلات اول حاجه بفكر فيها المشتل، ان هو بيكون مصدر اساسي لشتلات الفاكهه والخضر والزينه. تاني حاجه ان انا بقدر ان انا اوفر للنبات وسائل الحمايه من الظروف البيئيه الغير مناسبه. بعد كده طبعا بيعتبر المشتل من الاعمال المربحه اقتصاديا او تجاريا. بعد كده زي ما حضراتكم كده شايفين هنا المشتل، بيبتدي الطالب، ده بيكون عندي مكان فاضي في المشتل، بيبتدي الطالب ان هو بيعمل ان بيجهز الارض للزراعة، ويبتدي ان هو يزرع الاحواض. عندي هنا ده بيكون زراعة القرنفل. بعد كده ببتدي ان انا اعرف الطالب على الصوب الزراعية. طبعا انا عندي صوبة زراعية، ببتدي ان انا اعرفه ان الصوبة
ان انا بزرع فيها في اي وقت من السنه. الغرض منها ان انا بزرع في اي وقت من السنه لان انا بقدر ان انا اوفر للنبات جميع الاحتياجات او الظروف البيئيه الملائمه للنمو. بعد كده طبعا عندي بالنسبه للصوب، طبعا في انواع كتير، عندي صوب من القماش، عندي صوب سلكيه، عندي صوب زجاجيه، عندي صوب فيبر جلاس. يبقى هنا انا ببتدي ان انا اعرف الطالب بالصوبه الزراعيه زي ما حضراتكم كده شايفين ان انا عندي الصوبه انا بيوجد بيها نباتات ظل، النباتات اللي هي ما بتتحملش الشمس ببتدي ان انا احطها في الصوبه. ممكن برضو الصوب ممكن ان انا بزرع فيها نباتات خضر وممكن بزرع فيها نباتات زينه. بعد كده طبعا ايه هي مميزات انتاج الشتلات تحت الصوب؟ اول حاجه ان انا زي ما حضراتكم كده شايفين ان هي بتكون عباره عن مساحه محدوده، فانا ممكن ان انا انتج عدد كبير من الشتلات في مساحه محدوده او مساحه صغيره. تاني حاجه انتاج الشتلات في مده اقصر، لان انا هنا ببتدي ان انا اوفر للشتلات، ببتدي ان انا اوفر لها جميع الظروف الملائمه للنمو، فبتبتدي ان هي تنمو في مده اقصر. طبعا طالما انا وفرت جميع الاحتياجات الملائمه للنمو هنا انخفاض نسبه الفاقد. زي ما حضراتكم كده شايفين ده بيكون شكل الصوبه ان انا بضع فيها نباتات الظل، زي ما انا قلت ممكن بيتم فيها زراعه نباتات خضر واشجار فاكهه. بعد كده زي برضو ما حضراتكم كده هنا شايفين ان الطلبه بتبتدي ان هي تروي عن طريق كنكه الري، بتبتدي ان هي تروي. طبعا عندي بالنسبه للصوت طبعا بتكون مهمه في اهم المشاريع اللي هو انشئت اللي هو مشروع 100,000 صوبه. ده طبعا بيعتبر من المشاريع القوميه اللي بيشارك فيها عدد كبير من الجهات، ابتدوا ان هم يستصلحوا اراضي وابتدوا ان هم ينشأوا فيها صوب. دي طبعا بتكون في مناطق مختلفة، وبالنسبة للصوب دي ان هو بيزرع فيها محاصيل الفاكهة ومحاصيل الخضر. ايه هو بقى اهمية المشروع ده؟ ان هو بيكون وسيلة جيدة ان انا بقدر ان انا استخدم التنقيات والانماط الحديثة من الزراعة من اجل تحقيق عائد اقتصادي. انا دلوقتي استصلحت مجموعة من الاراضي، ابتديت ان انا انشأ صوب، ابتديت ازرع فيها خضر وفاكهة، ابتدى ان هو طبعا لان انا قلت الصوب ان انا بوفر للنبات جميع الظروف البيئية الملائمة للنمو، وان هو بيبتدي ان هو بيعطي انتاج في موسم غير موسم النمو الطبيعي. هنا ان هو بيبتدي ان هو يديني عائد اقتصادي. هنا برضو اهمية المشروع تقليل كمية المياه المستخدمة، وان انا بنتج حاصلات عالية الجودة في غير موسمها الطبيعي. طبعا دي بتكون من المشروعات اللي هي بتكون عملاقة للتصدير، ان انا بقدر ان انا اصدر سواء ثمار الخضر او ثمار الفاكهة. انتاج التقاوي الزراعية. بعد كده ان هو بيوفر فرص عمل للشباب الخريجين من المدارس والمعاهد والكليات الزراعية. يبقى هنا المشروع ده ان هو بيقدر ان هو بيوفر فرص عمل سواء انت اتخرجت من دبلوم او معهد او كلية، بيقدر ان هو يوفر لك فرص العمل. بعد كده هنيجي نتعرف، يبقى انا ابتديت ان انا اعرف الطالب على المشتل، وابتديت ان انا اعرفه على الصوب. بعد كده هنتكلم عن زراعة عيش الغراب. بالنسبة لزراعة عيش الغراب ده بيكون مشروع. ايه هو عيش الغراب؟ ده بيكون عبارة عن نباتات. ده بيمتاز بايه؟ بيمتاز ان هو بيكون له قيمة غذائية عالية، وان هو بيكون واقي من الامراض مثل السرطان وضغط الدم، وان هو بيعمل على تقوية العظام وتقوية المناعة، وان هو بيكون غني بالبروتين وبيوجد عليه اقبال كبير. يعني انا ان عيش الغراب، زراعة عيش الغراب او ثمار عيش الغراب بتكون بديل
للحوم لان هو بيحتوي على البروتين. طب انا دلوقتي بعمل عمليه زراعه لعيش الغراب ازاي؟ اول حاجه انا بعملها ان انا ببتدي ان انا بختار مكان او بوفر مكان مخصص ان انا بزرع فيه عيش الغراب. طبعا المكان ده بيكون مغلق وبيكون له شباك طبعا من السلك. ببتدي ان انا بعمل تعقيم للمكان، ببتدي ان انا بعمل له عمليه تنظيف وتعقيم، وبعد ذلك ان انا ببتدي ان انا احصل على تقاوي بتكون ناصعه البياض، وطبعا بتكون مكتمله النضج. طبعا ان انا لازم علشان اجيب بذور تقاوي عيش الغراب، عشان اجيب تقاوي عيش الغراب لازم اجيبها من مصدر موثوق فيه، يعني ممكن اجيبها من وزاره الزراعه. بعد كده انا ابتديت ان انا اجهز المكان، ابتديت ان انا اعقمه، جبت البذور، ببتدي ان انا بعمل عمليه تعقيم للبيئه اللي انا هزرع فيها البذور. ايه هي البيئه اللي انا هزرع فيها البذور؟ ان انا بزرعها في المخلفات. ايه هي المخلفات دي؟ بتكون عباره عن قش الارز او بتكون عباره عن تبن. ان انا ببتدي ان انا اعقمه، انا كده يبقى انا كده ابتديت ان انا اعقم المكان اللي انا احط فيه عيش الغراب، ابتديت ان انا اجيب الثمار، ابتديت ان انا بعمل تعقيم لبيئه الزراعه، البيئه اللي انا هزرع فيها اللي هو عباره عن قش الارز. بعد كده ببتدي ان انا بضع قش الارز، وابتدي ان انا بضع طبقه من البذور، بعمل عمليه نسر للبذور، وبعد كده ببتدي ان انا اضع القش، وبعد كده ببتدي ان انا اضع البذور، بضعها في حوالي من 4 إلى 5 طبقات، وبعد كده بضعها داخل اكياس. الاكياس دي بتكون لونها ابيض شفاف، وبعد كده ببتدي ان انا بسيبها فتره من 15 إلى 21 يوم. يبقى انا ببتدي ان انا اسيبها في المكان اللي انا ابتديت ان انا اعقمه من 1 إلى 25 يوم، دي بتكون عبارة عن فترة التحضين. وبعد كده بمجرد ان هو يبتدي ان الاكياس تكون لونها ابيض، ببتدي ان انا بعمل فتحات في الاكياس فوق الكيس وفي الجوانب، بحيث ان هي تبتدي ان هي تخرج الثمار، وبعد كده ببتدي ان انا بعمل عملية الري. ده بالنسبة لعيش الغراب. تعالوا بقى كده نشوف هنا عندي بالنسبة عندي الطلبة، زي ما حضراتكم كده شايفين ده مكان بيبتدي ان هم يعقموا، بيبتدوا ان هم يعقموا المكان. دي اكياس عيش الغراب، ابتديت ان انا احطها في اكياس شفافة، بعد كده ابتديت ان انا ارصها، وبعد كده ابتديت بقى خلاص احنا كده عملنا فتحات، ابتدينا ان احنا نرويها، وبعد كده ابتدت الثمار تظهر. دي بالنسبة ده بالنسبة لعيش الغراب. بعد كده عندي في اللي هو زراعة الأسطح. بالنسبة لزراعة الأسطح ده بيكون عبارة عن نشاط اقتصادي، ده طبعا بيعطي منظر جمالي وبيعمل على استغلال المساحات. ومعظم الأسطح طبعا احنا عارفين ان الأسطح بتكون مليئة بالمخلفات وطبعا الأشياء اللي هي بتكون غير مفيدة، فأنا ببتدي إن أنا أستغل الأسطح وأبتدي إن أنا أزرع فيها بحيث إن هي تفيدني. إن أنا ببتدي إن أنا بزرع فيها نباتات خضر، وممكن بزرع فيها نباتات طبية. أول حاجة أنا بعملها إيه؟ إن أنا ببتدي إن أنا أنظف السطح جيدا. يبقى ابتديت إن أنا بعمل عملية تنظيف للسطح، بعد كده بجيب ببتدي ان انا اجهز وحدات للزراعة اللي انا هبتدي ان انا ازرع فيها، بحيث ان هي تكون بعمق من 30 إلى 50 سنتي، علشان ابتدي ان انا احط فيها التربة بتاعتي. بعد كده ببتدي ان انا بعمل عملية نسر للبذور، وممكن ان انا بزرع بالشتلات. يبقى هنا ممكن ان انا بعمل عملية نسر، وممكن ان انا بزرع بالشتلات، وبعد كده ببتدي ان انا طبعا في وحدات الزراعة اللي ابتديت ان انا اعملها، ببتدي ان انا بعمل لها فتحات، دي بتكون لخروج المية الزايدة عن حاجة النبات. ببتدي ان انا احط اسفل وحدات الزراعة، ببتدي ان انا اضع اناء بحيث ان هو المية الزايدة عن حاجة النبات عن طريق بتنزل عن طريق الثقوب
أو الفتحات اللي أنا عملتها في وحدات الزراعة تبتدي تنزل في الإناء، فتبتدي إن المية ما تنزلش على السطح. تعالوا بقى نشوف هنا، بالنسبة عندي هنا دي زراعة الأسطح، ابتدينا إن احنا نجهز وحدات، وابتدينا إن احنا نضع أكياس من المشمع، وبعد كده ببتدي إن أنا بضع التربة، وبضيف برضو تربة البيت موس، بنبتدي إن احنا نخلطها مع التربة. ده طبعا ده بيكون تجهيز التربة. بالنسبة بقى بعد كده ان انا ببتدي ان انا ازرع النباتات، بزرع النباتات زي ما انا قلت ان انا ببتدي ان انا بعمل عملية نسر للبذور، او ابتدي ان انا بزرع عن طريق الشتلات. يبقى هنا انا بعمل زي ما حضراتكم كده شايفين، ده بيكون عبارة عن نسر البذور. احنا طبعا زرعين نباتات خضر، بيكون زراعة نباتات خضر بتكون بيكون خاص بصل، جرجير، طماطم، خيار، فلفل، ده بالنسبة. وممكن ان انا برضو بزرع نباتات الزينة، بزرع نباتات الزينة دي بتكون برضو عن طريق، ممكن ان انا بزرع عن طريق العقل، ببتدي ان انا برضو ازرعها في السطح. برضو ان انا ببتدي ان انا ازرع النباتات العطرية والطبية، بتكون ان انا بضع الشتلات. ده بالنسبة عندي لزراعة الاسطح. بعد كده هنبتدي ان احنا نتكلم ايه هي العمليات اللي انا بعملها في داخل قسم الحاصلات البستانية، سواء ان انا بعمل العمليات دي في الصوبة او بعملها في المشتل. اول حاجة عندي ان انا بعمل عملية تدوير. يعني ايه تدوير؟ انا زي ما حضراتكم كده شايفين، بتبتدي ان النباتات، انا بكون زرع النبات في السيس صغير، بتبتدي ان النباتات ان هي تكبر، ببتدي ان انا عايزه اعمل لها عمليه نقل، ان انا بدورها عايزه انقلها من السيس صغير للسيس كبير، فببتدي ان انا بعمل عمليه تدوير. هنا ان انا بجيب السيس بيكون اكبر حجما، ببتدي ان انا اضع في السيس، ببتدي ان انا اضع تربه البيت موس وليكن للمنتصف، وبعد كده ببتدي ان انا بمسك النبات عن طريق السبابة وعن طريق الوسطى، ببتدي ان انا امسكه، بعد كده بعمل طبعا انا النبات بكون بروي قبلها بيوم، بحيث ان هو النبات يبتدي ان هو يخرج بالتربة بتاعته، وابتدي ان انا اقلب القصيص زي ما حضراتكم كده شايفين، وابتدي ان انا اطرق عليه، وبعد كده يبتدي ان هو يخرج القصيص، يبتدي ان هو يخرج النبات بالتربة بتاعته، ابتدي ان انا اضعه في القصيص اللي انا بكون محضراه للمنتصف. يبقى دي بالنسبة لعملية التدوير، وزي ما حضراتكم كده شايفين ان الطلبة بتقوم بعملية التدوير داخل الصوبة. بعد كده في حاجة عندي، الاكسار الخضري بالعقل. هنا الطلبة ان هم بنجيب افرع، اللي هي افرع نبات التين، العقل اللي هي موجودة دي اللي هو بتكون عبارة عن عقل اشجار التين، ان انا بجيب فرع من الشجرة وابتدي ان انا اجهز العقل. بنبتدي بقى نجهز العقل ازاي؟ ان انا بيكون عندي مقص العقلة، ببتدي ان انا بعمل العقلة، دي بتكون بطول حوالي من 10 إلى 15 سنتي، وابتدي ان انا اجهز العقلة، ان انا بعمل قطع مائل من اعلى وقطع مستوي من اسفل. طبعا العقلة هنا دي بتحتوي على 3 إلى 5 براعم، بسيب عليها 3 إلى 5 براعم علشان تبتدي ان هي تديني النموات، وانا هزرع العقلة ابتدي ان انا اضع برعم تحت سطح التربة عشان يبتدي ان هو يديني المجموع الخضري. يبقى بالنسبة هنا الاكسار بالعقل دي بتكون وسيلة اكسار او وسيلة زراعة عن طريق الاكسار الخضري، ان انا بزرع بالعقلة، بزرع بجزء خضري من النبات. طبعا بتكون طريقة غير مكلفة، بتكون طريقة سريعة في الاسمار. طبعا ان انا لو جيت مقارنة ان انا زرعت البذرة وزرعت عن طريق الاكسار الخضري، اللي بيكون سريع في النمو اللي هو بيكون بالاكسار الخضري، بيكون سريع في النمو.
وطبعا بيكون رخيص التكاليف، مجرد ان انا خدت جزء من نبات ابتديت ان انا ازرعه. بعد كده زي ما حضراتكم كده شايفين عندي الطلبة بيبتدوا ان هم يزرعوا العقل البوتس. عندي طبعا انا في الصوبة، عندنا في الصوبة نباتات ظل، يبتدي الطلبة ان هم يزرعوا البوتس بالعقلة. طبعا ده بيشجع الطلبة ان هو بعد كده ان هو ممكن بيعمل على انشاء مشتل. طبعا انشاء مشتل ان هو لو هو عنده مساحة صغيرة بيبتدي ان هو بيزرع، بيجيب نباتات امهات ويبتدي ان هو بيعمل عملية اكسار. طبعا دي بتكون طريقة، المشروع بيكون غير مكلف لكن بيكون له عائد اقتصادي مربح. بعد كده زي ما حضراتكم كده شايفين عندي الاكسار الخضري بالترقيد الهوائي، لان انا عاملة الفرع ترقيد هوائي. يعني ايه ترقيد هوائي؟ ترقيد هوائي ان انا برضو ده بيكون وسيلة من وسائل الاكسار او الزراعة خضريا، ان انا بزرع النبات ان انا بعمل له عملية اكسار بالترقيد الهوائي. هنا الفرع بيكون صعب ان انا اتنيه تحت سطح التربة، فباجي هنا ان انا بعمل له عملية ترقيد. عملية ترقيد دي بتتعمل ازاي؟ ان انا باجي عند القاعدة بتاعت الفرع وابتدي ان انا عندي مطوات التطعيم وابتدي ان انا بعمل تجريح او بعمل عملية ازالة للخلف اللي هو بيكون موجود، وبعد كده ببتدي ان انا اضع تربة البيت موس حوالين الفرع، وبعد كده ببتدي ان انا اربطه باكياس ثم يربط بسلك، ثم وبعد كده ببتدي ان انا اتركه لمدة شهر او شهرين. زي ما حضراتكم كده شايفين في الصورة دي ان هو ابتدى هنا ان هو يديني جذور، ببتدي ان انا بعمل له عملية فصل. انا كده ابتديت ان انا اعمل عملية الترقيد وهو متصل بالنبات الام. بعد حوالي شهر الى شهر ونص يبتدي ان هو يديني جذور زي ما هو ظاهر كده، بيبتدي ان هو يديني جذور، ببتدي ان انا افصله من النبات الام وابتدي ان انا ازرعه في مكان تاني. يبقى ده بيكون عن طريق الاقصار بالترقيد الهوائي. بعد كده هنتكلم برضو، عندي هنا بتكون احواض مدرسية، بتبتدي الطلبة ان هي بتعمل عملية تجهيز للاحواض وبتبتدي ان هي بتعمل عملية زراعة للاحواض. بعد كده عندي عملية التقليم. بالنسبة عملية التقليم، ان يعني ايه تقليم؟ ان انا ببتدي ان انا بعمل عملية ازالة للافرع اللي هي بتكون مصابة، بتكون ميتة، بحيث ان انا او متزحمة، بحيث ان انا بعطي للشجرة شكل بيكون مناسب او شكل جميل. ده بالنسبة للتقليم، ان هو بيبتدي الطالب ان هو بيقوم بعملية التقليم، وبعد كده بيبتدي الطلبة ان هي بتعمل عملية ازالة لنواتج التقليم. يبقى كده انا اتكلمت عن المواد او العمليات اللي بيبتدي الطالب ان هو بيتعرف عليها في الصف الاول. بعد كده عندي الصف الثاني، بيبتدي الطالب ان هو بيدرس مواد بتكون خاصة بالصف الثاني. طبعا عندي خلاص هو ابتدى الطالب، طبعا زي ما انا قلت عندي 5 اقسام، عندي قسم الصناعات الغذائية، عندي قسم فني معمل، قسم الميكنة الزراعية، قسم انتاج حيواني، قسم خدمة الحاصلات البستانية. بيبتدي الطالب في الصف الاول يبتدي ان هو بيدرس ال5 مواد، وبعد كده يبتدي ان هو يتخصص في مادة، ولتكن ان ابتدى الطالب ان هو بيتخصص في مادة خدمة الحاصلات البستانية. بعد كده بيبتدي بقى في الصف الثاني، التخصص بيكون في الصف الثاني، بيبتدي في الصف الثاني بيدرس مواد ليها علاقة بتخصص خدمة الحاصلات البستانية. عندي اول مادة اللي هي مادة خدمة الحاصلات البستانية. خدمة الحاصلات البستانية طبعا المادة دي بتشتمل على 3 فروع، فاكهة، خضر، زينة.
بالنسبة طبعا بيبتدي الطالب ان هو بيدرس اشجار الفاكهة من حيث الظروف، من حيث الأهمية الاقتصادية، من حيث الظروف البيئية، من حيث طرق التكاثر، من حيث اصناف بعض انواع الفاكهة. وبعد كده بيبتدي ان هو بيدرس الفرع الثاني اللي هو بيكون برضو فرع الخضر، بيبتدي ان هو بيدرس محاصيل الخضر، بيدرس محاصيل الخضر من حيث برضو الأهمية الاقتصادية، من حيث ميعاد الزراعة، من حيث طرق الزراعة، من حيث برضو الأصناف اللي هي بتكون موجودة. بعد كده برضو في الزينة في الصف الثاني بيبتدي الطالب ان هو بيدرس مواد نباتات الزينة، بيدرس الأشجار، بيدرس الشجيرات، بيدرس المتسلقات، الأسيجة، وبيبتدي ان هو بيدرس النبات اللي هي النباتات اللي هي بتكون ليها رعاية خاصة، وبيدرس النباتات اللي هي نباتات الزينة اللي هي أزهار القطف. ده بالنسبة لخدمة الحاصلات البستانية. بعد كده بيبتدي الطالب في بيدرس المادة التانية اللي هي مادة الزراعة المحمية. مادة الزراعة المحمية إن هو بيبتدي إن هو بيدرس يعني إيه زراعة محمية، بيتعرف في الصف الثاني على الزراعة المحمية، يعني ايه زراعة محمية، وبيبتدي ان هو بيعرف ايه هي النباتات اللي ينفع ان انا ازرعها. طبعا الزراعة المحمية ان انا بحمي النبات من الظروف البيئية الغير ملائمة، ان انا بزرع النباتات تحت الصوب او تحت الانفاق، وبيبتدي ان هو يتعرف على النباتات اللي ينفع ان انا ازرعها في الصوبة. بعد كده تالت مادة عندي اللي هي مادة الزراعة الحيوية. مادة الزراعة الحيوية بتكون مادة مهمة جدا. يعني ايه زراعة حيوية؟ ان هو بيبتدي ان هو يعرف يعني ايه زراعة حيوية، ان هي بتكون نظام زراعي ده بيهدف الى نظافة البيئة، وان هي بيديني منتج آمن للإنسان. يعني ايه الكلام ده؟ ان هو بيبتدي ان هو يعرف ان انا بستخدم نظام الزراعة الحيوية، ان انا ما بستخدمش اي سمات كيماوي او اي مبيدات كيميائية، ان انا المنتج ان انا بزرع الارض ان انا بضيف لها حاجات طبيعية، ان انا بضيف لها سماد عضوي. وبعد كده بيبتدي ان هو المنتج بيبتدي ان هو بيديني منتج اورجانيك، ده بيكون طبيعي، بيكون عضوي، ده بيكون صحي وآمن للإنسان. طبعا الكلام ده أنا لما أجي أعمل المزرعة بتاعتي إن هي بتحتاج إلى وقت، بتحتاج إلى فترات. يعني مثلا أنا عندي مزرعة فاكهة وعايزة أحولها من الزراعة العادية إلى الزراعة العضوية، ببتدي إن أنا بقعد 3 سنين بحيث ان هي تبتدي ان هي تتخلص من الاسمده الكيماويه، وبعد كده ببتدي ان انا احصل على شهاده بحيث ان انا بقدر ان انا اقول ان المنتج ده منتج اورجانيك، يعني بيكون عضوي، يعني بيكون حيوي، بيكون امن وصحي للانسان، وبالتالي ان انا اقدر ان انا ابيعه بسعر مرتفع. بعد كده طبعا دي مواد الصف الثاني، ان هو بيبتدي يعرف يعني ايه زراعة حيوية، يعني ايه زراعة محمية، بيبتدي ان هو يتعرف على خدمة الحاصلات البستانية سواء فاكهة خضار زينة. بعد كده مواد الصف الثالث اللي هو برضو خدمة الحاصلات البستانية، بيبتدي تكملة برضو، بيدرس بعض في الفاكهة، بيدرس بعض اشجار الفاكهة، بالاضافة ان هو بيدرس ايه هي المعاملات اللي بتكون بعد الحصاد. بالنسبة برضو عندي في الخضر برضو بيدرس بعض محاصيل الخضر، وفي اللزينة بيبتدي ان هو يتعرف ايه هي المسطحات الخضراء، ايه هي نباتات التحديد، وبيبتدي ان هو بيعرف تنسيق الحدائق انا بنسقها ازاي، وايه هي الاحتياجات البيئية للنباتات سواء منزلية او بتكون اللي هي الورقية او المزهرة. بعد كده طبعا عندي الزراعة المحمية، بيبتدي بقى خلاص هو تعرف في الصف الثاني يعني ايه زراعة محمية، بيبتدي ان هو بيدرس المحاصيل اللي ينفع ان انا ازرعها تحت الصوب،
وبعد كده طبعا المادة الثالثة طبعا مادة بتكون شيقة جدا اللي هي النباتات الطبية والعطرية، بيبتدي ان هو يتعرف على ايه هي النباتات الطبية وايه هي النباتات العطرية، وبيبتدي ان هو بياخد كل نبات وبيبتدي ان هو يدرسه من حيث الأهمية الاقتصادية او الأهمية الطبية، وبيدرسه من حيث ايه هي كمية التقاوي اللازمة لزراعة فدان، وبعد كده بيدرسه من حيث ميعاد الزراعة، انا بزرعه امتى وازاي انا بزرعه وايه هي كمية المحصول وايه هي المواصفات الخاصة بالتصدير، وبرده في النباتات الطبية والعطرية ان هو بيدرس ازاي انا بستخرج الزيوت العطرية. وبكده تكون انتهت حلقتنا، واتمنى لكم النجاح والتوفيق، والى اللقاء في حلقة قادمة ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.